لكن الآن هناك الكثير من أسرار الملك. من يكسر المليون؟ إيه حكاية أول لاعب في مصر يدفع فيه مليون جنيه؟ يعني الكابتن رضا شحات. رضا شحات طبعا احنا كنا خدنا من المنصورة كابتن ياسر ريان ب 150 ألف جنيه معاه أحمد فهم الله يرحمه. لا دي صفقه ودي صفقه، انما هو ياسر لوحده 150 ألف. 150 ألف ودي كانت حاجه فما فيش. جينا ناخد الكابتن رضا شحاته، فجاءني العزيز العنيد الكوير قوي الاستاذ ابراهيم مجاهد رئيس نادي المنصوره. ابراهيم مجاهد وقال لي مليون مليون مليون. قلت له يا سيادة اللواء مليون يا سيادة اللواء؟ قال لي مليون. ده ياسر ريان ب 150 ألف كام؟ قال لي ده لعيب فيه مليون. فطبعا مليون يبقى أنا بقى إيه مش هقدر أتحرك لوحدي، ده مليون مش جورج قرداحي. فاستعنت بالصديق مين؟ قلت له رجلك على رجلي ورجلي على رجلك. الكلام ده سنة 2000. سنة 2000. الكابتن خطيب 20 سنة أول مرة أقول له لأ نتحرك في الموضوع ده سوا. كان في عائله اهلاويه جامده جدا، عائله عبد الدايم، عندهم مصنع في العاشر من رمضان بتاع منسوجات وكده. وكان على علاقه بوالد رضا شحات. فكلمونا الصبح، ممكن تقولنا في العاشر من رمضان والد اللاعب موجود؟ قلت له يا كابتن تيجي معايا اعمل معروف. رحنا قعدنا الصبح للساعه مثلا واحدة مع والده واتكلمنا على كل حاجه، وقال رغبته الشديده. قلت له ما احنا عشان نروح للواء ابراهيم ده عايز مليون، لازم نبقى ضامنين قوي رضا. قال لا دي ما فيهاش مناقشه. رجع الكابتن الخطيب قال لي بص يا عدلي، انا هغير هدومي وتغير هدومك، خد دش كده عشان عندنا يوم طويل. وراح على ما روح بيتهم ورجع لي كانت الساعه بقت 4، ورحنا على المنصورة. وبدأت، وأنا حكيت لك قصة علبة الكان اللي في الشارع اللي شافها خبطها برجله كده حطها في طارت، راح حطيتها في الباسكت بتاع القمامة ده. والمهم وبدأ حوار ما فيش هينزل عن المليون شيء ولا جنيه. ولا جنيه. ودفعنا فعلا. وجه رضا بقى قلنا له بعد اذنك يا سياده اللواء، انا بقى واخد العود واخد حاجه. قلت له رضا يمضينا دلوقتي كل حاجه قبل ما نكتب الشيك ونمشي. وفعلا كان انا رحت مع كابتن خطيب مشوارين، رافقني ورافقته في مشوارين، كابتن محمد عبد الله من الاسماعيلي وبالصدفه كان مليون برضه ومحمود شيكو. ده انت في رحله المليون. فهو الحقيقه يعني كان أول مرة كابتن رضا يكسب مليون، بس في 6-1 رجع لنا المليون. رجع لنا المليون في 6-1. في 6-1 افتتحها رضا شحاتة الحقيقة. ولغاية دلوقتي رضا شحاتة المدرب العام للجونة، لما تسمعوه بيتكلم على الأهلي كل الحب وكل الاحترام وكل الامتنان بفضل الأهلي عليه. رضا شحاتة واحد من اللي تأمر فيهم جدا الاهلي. اما الموسم هاي حتى في البطوله الافريقيه وبطوله السوبر الافريقي كان من نجوم المباراه. طيب رضا ابو مليون، مواليد 24 يناير 81، جه للاهلي موسم 2000، لعب معاه لغايه 2002، لعب مع الاهلي في الفتره دي 71 مباراه، سجل 5 اهداف، في دوري لعب 47 مباراه سجل 5، في كاس مصر لعب 6 مباريات، في البطولات الافريقيه لعب 12 مباراه، في البطولات العربيه لعب 6 مباريات. واحد من اللعيبه اللي كانوا مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي اللي خد برونزيه كاس العالم في الارجنتين، لكنه بالتاكيد كانت صفقه مهمه جدا كان فيها اسرار اعتقد كسرت المليون. وده اللي المهندس عادل قاله، ده كان اول لاعب يكسر حاجز المليون واتفتح الباب بعديها. رضا شحاته صفقه مهمه، نتمنى له كل التوفيق كمان لانه مدرب موهوب وواعي. اذا كانت هذه اسرار الملك بعد الفاصل الشموع الحمراء.